السلام عليكم جميعا. درس جديد عن شرح جميع أدوات الأرك تول بوكس. في هذا الفيديو سيتم شرح جميع صندوق أدوات إدارة البيانات الداتا مانجمنت تولز الموجود عندنا هون، بالإضافة لجميع هذول التول سيت مجموعة البيانات اللي بدخلهم بكون الأدوات. يعني في عندنا الصندوق الكبير الداتا مانجمنت تولز، موجود عندنا مجموعة البيانات بالشكل التالي. قبل الشرح موجود جدول اكسل فيه وصف ومسار جميع ادوات ادارة البيانات. طبعا عدد الادوات الموجودة في هذا الصندوق 323 اداة. لو رحنا فتحنا جدول الاكسل موجود بهذا الشكل، موجود عندنا 323 اداة. طبعا في هذا جدول الاكسل موجود عندنا اسم ومسار الاداة ووصف الاداة. طبعا اسم الاداة باللون الاحمر. طبعا انا من خلال الفلتر على الجدول الاكسل بقدر اختار او ابحث عن اي اداة. مثلا لو بدنا الاداة ديليت فيلد نكتب ديليت فيلد، بظهر لنا هاي الاداة، نضغط على اوكي، ظهرت لنا فقط الاداة ديليت فيلد. طبعا شو المقصود فيها؟ تحذف هاي الاداة حقلا او اكثر من حقل من جدول اتريبيوت تيبل الخاص في الطبقات والمعالم ومجموعة البيانات النقطية الراستر داتا. اذا هذا الجدول مهم وفيه شرح لجميع الادوات 320 اداة داخل صندوق ادوات ادارة البيانات. واي شخص يرغب بالحصول على هذا الجدول يتواصل معي او من خلال تعليق على الفيديو في اليوتيوب يتم ارسال الرابط، من خلاله بيتم تنزيل ملف الاكسل. ولمتابعة طريقة فهم جميع ادوات صندوق ادارة البيانات تابع هذا الفيديو حتى النهاية. ونرجع لارك ماب. اذا قبل الشرح الافضل قراءة ومعرفة ما المقصود بصندوق ادوات ادارة البيانات من خلال موقع JS4W. طبعا بنروح احنا على اي متصفح وبنكتب اسم الموقع JS4W.com JS4W.com. طبعا بالمناسبة هذا الموقع موقع مهم جدا لكل مهتم في نظم المعلومات الجغرافية. موجود فيه دورات مستوى مبتدئ ومتوسط متقدم في برامج الارك جي اس، بالاضافه لتنزيل برامج مثل الاوتوكاد والكيو جي اس والجلوبال مابر والسيفل 3D وبرامج الارك جي اس. ايضا موجود عندنا الارك تول بوكس شرح لجميع صناديق الادوات، بالاضافه لجميع الادوات الموجوده في هذا التول بوكس موجود شرحهم داخل هذا الموقع. ايضا موجود عندنا مقالات ودراسات في نظم المعلومات الجغرافيه مهمه جدا ايضا لكل شخص مهتم، وفي عنا قسم خاص للمعلومات الجغرافية. اذا لما نفتح هذا الموقع بنروح على اداة البحث وبنكتب صندوق الادوات ادارة البيانات. لو رحنا على هذا الصندوق وعملنا بروبرتيز وقمنا بنسخ الاسم ورحنا على اداة البحث في الموقع ولصقنا الاسم، بظهر عنا هذا الموضوع خاص في صندوق ادوات ادارة البيانات. ندخل عليه، من خلاله بناخذ فكرة عن هذا الصندوق. طبعا في عنا اداة التنقل السريع، يعني انا مثلا بدي لو رحت على صندوق ادوات ادارة البيانات بدي افهم شو مقصود في مجموعة البيانات الخاصة في اللايرز اند تيبل فيو مثلا، او خاصة بالجوينز، او مثلا بالفيلدز، او مثلا بدي افهم شو المقصود بالدومين، يعني الادوات الداخل مجموعة ادوات الدومين شو انا بقدر استفيد منهم. بروح على الموقع وبضغط مثلا على الفيلدز مثلا على الحقول، بنقل مباشرة على الموضوع الخاص بمجموعة أدوات الحقول. طبعا تحتوي مجموعة أدوات الحقول على أدوات تجري تغيرات على الحقل بالأتريبيوت تيبل الخاصة في الطبقات اللي هي فئة المعالم، يعني هي الطبقة داخل الجيو داتابيس، والجدول اللي هو جدول الأتريبيوت تيبل. أنا هيك فهمت شو المقصود بهاي مجموعة الأدوات التول سيت الخاصة بالحقول. لو طلعنا لفوق في عنا شرح او نظرة عامة عن صندوق ادوات ادارة البيانات. موجود فيه انه موجود بداخله مجموعة غنية ومتنوعة من الادوات تستخدم لتطوير فئات المعالم. طبعا شو المقصود في فئات المعالم؟ اللي هي الفيتشر كلاس اللي هي الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية. مجموعة البيانات الداتا سيت والطبقات وجميع البيانات النقطية وادارتها وصيانتها. ايضا موجود بداخل هذا صندوق الادوات حل اسئلة مكانية او احصائية ومهمة جدا للتحويل بين التنسيقات البيانات المختلفة. وطبعا في كثير مجموعة بيانات داخل هذا الصندوق راح يتم شرحهم سريعا لاختصار الوقت. يعني مثلا في عندنا مجموعة ادوات خاصة في الارشفة، في المرفقات، في مقارنة البيانات عشان يبين لنا اوجه التشابه والاختلاف بين الطبقات والمعالم.
ادوات خاصة بالفيتشر كلاس وادوات خاصة بالفيتشر. طبعا شو المقصود بالمعالم او الفيتشر؟ يعني مثلا عندنا انا طبقة خاصة بالطرق، موجود في هاي طبقة الطرق 20 طريق، كل طريق يعتبر معلم او فيتشر. مجموعة ادوات خاصة بالحقول وفي قاعدة البيانات وشي عام، يعني العام المقصود فيها يعني ادارة البيانات العامة، موجود بداخلها ادوات خاصة لدمج الفئات والجداول attribute table، وايضا من خلال هاي المجموعة موجود عندنا ادوات خاصة لاعادة التسمية والنسخ والحذف وحذف السجلات المقررة. وايضا هذه الادوات نقدر احنا يعني طريقة فهمنا لهاي الادوات بتساعدنا في استخدام هذه الادوات داخل الموديل بيلدر. مهم جدا فهم هذه الادوات خاصة للمهتمين في انشاء الموديل بيلدر. عندنا ادوات خاصة في التعميم، في عندنا مجموعة ادوات خاصة في الجيومتريك نتورك، ادوات خاصة بالرسم البياني والفهارس وضم البيانات او نقل البيانات من طبقة الى طبقة، مجموعة بيانات خاصة باللاس، فينا طرق لعرض الطبقات والجداول وكيف انشاء حزمة او باكج لمجموعة طبقات او لماب معين. عندنا مجموعة ادوات خاصة بالصور، وايضا موجود عندنا مجموعة ادوات خاصة بالبيانات الراستر داتا. ايضا موجود عندنا مجموعة ادوات خاصة بالريليشنشيب لانشاء العلاقات بين الطبقات. وبامكانكم قراءة جميع هذه المجموعات الادوات لفهمها اكثر وتسهيل استخدامها. اما بالنسبة لشرح الادوات، الافضل قبل شرح الادوات لو رحنا على الصفحة الرئيسية من هذا الموقع ورحنا على البحث، لو كتبنا مقدمة المرحلة الثانية في عنا موضوع او مقال معين، لو دخلنا عليه موجود بداخله ملاحظات. هذه الملاحظات هي عبارة عن كلمات تم تحويلها من اللغة الإنجليزية كما مستخدمة في برنامج الـ RJS، حولناها للغة العربية لتسهيل فهم هذه المصطلحات. الأفضل قراءة هذه الملاحظات، يعني مثلا وين بنشوف إحنا كلمة معلم أو ميزات مقصود فيها الفيتشر، يعني ظواهر جغرافية، والفيتشر كلاس اللي هي فئة الميزة أو فئة المعلم، وايضا الطبقة داخل قاعدة البيانات بيكون اسمها feature class او لوحدة بيكون اسمها shape file. اما المقصود بالسمة او السمات يعني جدول البيانات الـ attribute table. كلمة النقطية او البيانات النقطية يعني raster data، وكلمة البيانات المتجهة يعني vector data، واي نوع من البيانات بتم اضافتها داخل جدول المحتويات الـ table of content بيكون اسمها هذا البيان او هذه البيانات بيكون اسمها layer طبقة. إذا ننتقل إلى شرح الأدوات. طبعا أنا كيف بدي أقوم بفهم ومعرفة أي أداة كيف بدي أقوم باستخدامها وشو المقصود فيها؟ بناخذ إحنا مثال سريع، مثلا لو في عندنا مجموعة بيانات الفيتشرز، مثلا أنا بدي أقوم بتحويل معالم أو ظواهر جغرافية لطبقة نقطية. مثلا أنا نفرض إنه في عندي أنا طبقة مضلع أو خط وبدي أقوم بتحويلها لطبقة نقطية، بستخدم الأداة feature to point. عشان افهم هاي الاداة بشكل بسيط وسهل جدا بقوم بنسخ اسم الاداة كنترول سي، بروح على هذا الموقع وعلى ايقونة البحث وبعمل لصق، بفتح عندي موضوع او مقالات وتتحدث عن الاداة feature to point. طبعا انا موجود feature to point مع اكثر شرحها موجود مع اكثر من اداة. ندخل على هذا الاول موضوع، وعنوان هذا الموضوع طبعا الميزة يعني المعلم الى خط، والمضلع والنقطة ونقاط الفيرتكس الى نقط. اذا موجود عندنا احنا هون اربع ادوات في موضوع واحد. كيف انا بدي ابسط فهم هذه الادوات؟ بدخل على هذا الموضوع او هذا المقال، موجود في عندنا موجود في مقدمة هذا الموضوع التنقل السريع. عندنا اول اداة اسمها الفيتشر تو لاين، ثاني اداة فيتشر تو بوينت، في عندنا فيتشر تو بوليجون وفيتشر فيرتكس تو بوينت. انا بدي الاداة فيتشر تو بوينت، بضغط عليها من هون بنقول لي عليها. لما انتقلنا على هذا الفيتشر تو بوينت انا هيك بقدر افهم شو المقصود في هاي الاداة. طبعا موجود عندنا ثلاث مدخلات، لو رحنا على الارك ماب هاي موجود عندنا واحد واثنين وثلاث. لو دخلنا مثلا على كلمة انسايد شو المقصود فيها، بنلاحظ موجود عندنا كلام بالانجليزي، شايفين هذا الكلام او هذا النص موجود على هذا الموقع باللغة العربية، فأنا هيك بفهم أي مدخل وأي أداة. أيضا موجود وصف الأداة ومسار الأداة، يعني موجود هاي الأداة هاي الفيتشر تو بوينت موجودة في الفيتشر تول سيت داخل الداتا مانجمنت تولز في صندوق الأدوات. أنا هيك عرفت مسار هاي الأداة.
اذا بالنسبة لوصف هاي الاداة، لو رحنا على الاداة على الارك ماب موجود عندنا هذا النص. عشان نفهم هذا النص ننتقل على الموقع، موجود عندنا نفس النص الموجود على الارك جي اس موجود عندنا في هذا الموقع. نقرأ في العربي: ينشئ فئة المعلم تحتوي على نقاط تم انشائها من مواقع التمثيلية لمعالم الادخال. معناته انا فهمت انه بتم انشاء فئة معلم يعني فيتشر كلاس جديدة تحتوي على ايش؟ بس نقاط، يعني الطبقة المخرجة راح تكون طبقة نقاط. بالنسبة للانبوت فيتشر اللي هي ميزات الادخال، الطبقة اللي بتكون بتحويلها لنقاط بدخلها داخل الانبوت فيتشر. طبعا ممكن تكون هاي الطبقة طبقة الادخال نصوص او بوليجون او لاين او نقاط متعددة. فهمت هاي الشغلات من خلال قراءة وصف هذا المدخل. ايضا الاوتبوت فيتشر كلاس يعني وين انا بدي اقوم باخراج او فئة ميزة الاخراج، يعني وين مكان حفظ واسم الطبقة المخرجة. بالنسبة للانسايد الخيار اذا كنت بتفعيله او كنت بالغائه، شو المقصود فيه؟ بقرأ من خلال هذا الموقع عشان افهم هذا المدخل الانسايد. طبعا بكون بقراءة هذا المدخل انا هيك فهمت شو المقصود بالمدخل انسايد. وبنفس الطريقة لو بدي انا افهم اداة فيتشر تو بوليجون، نفس الاشي بكون بقراءة جميع المدخلات باللغة العربية. طبعا لو اخذنا مثال ثاني سريع، مثلا روحنا على البيانات النقطية الراستر، وروحنا مثلا على مجموعة ادوات بداخل الراستر اسمها الموزايك داتا سيت مثلا، بدي افهم انا شو المقصود باول اداة مثلا الاد راستر تو موزايك داتا سيت. نفس الطريقة انا بقوم بعمل نسخ لهاي الاداة، بروح على الموقع على اداة البحث، واول خيار بيطلع لي اللي هي اضافة البيانات النقطية لدمج الصور اللي هي الموزايك. انا بدخل على هاي الاداة، موجود عندنا التنقل السريع. مثلا انا بدي اقرأ شو المقصود في المدخل رقم 2، بروح على المدخل رقم 2 اللي هو نوع البيانات النقطية الراستر تايب، وبقرأ عن هذا المدخل. انا هيك فهمت شو المقصود بهذا المدخل. اذا بهاي الطريقة ومن خلال موقع جاي اس فوروي، انا هيك قدرت افهم شو المقصود بطريقة استخدام اي اداة موجودة في الارك تول بوكس. بتمنى من الجميع انه اخذ فكرة عن استخدام هذا الموقع لفهم اي اداة موجودة عندنا في الارك جي اس. وشكرا على المتابعة والسلام عليكم.